الله 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 الله. الديزاينر اللي معايا النهارده اول مره ظهرت معايا كان من 10 سنين، كانت لسه فاتحه وكانت عامله لاين مش منتشر قوي، اللي هو الحاجات اللي ليها علاقه بالحاجات التراثيه. وساعتها قلت لها هتنجحي وهتعملي حاجه مختلفه. وانت اللي لقبتني بمصممه الازياء التراثيه. شفتي بقى؟ شفت بقى شيماء الجابي شيماء منورانا الجابي. ومشرفانا. ازيك يا شريف؟ ازيك يا شيماء؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله حلوه؟ تمام كله تمام؟ كله تمام. احكي لنا كده الكولكشن فيها ايه؟ الكولكشن سيوه المره دي قلت بدل ما هنعمل كولكشن كل حاجه، قلت الخريف والشتاء هبدا بسيوه وهعمل كولكشن مثلا 2 يبقى تلي، وكولكشن مثلا نمبر 3 يبقى بدوين، وكولكشن مثلا نمبر 4 يبقى مثلا ملس. يعني قلت مش هعمل كل حاجه، يعني هركز في محافظه محافظه. اوكي ده الجديد بتاعي بقى المره دي، ان انا ابقى مركزه قوي في المحافظه، لان اكتشفت ان برضو زي ما عندنا في البدو الغرز بتختلف والالوان بتختلف، لقيت برضو في سيوه ان الغرز برضو بتختلف والاشكال بتختلف. طيب ايه الحاجة المميزة عندهم؟ سيوه كانوا بيعبدوا زمان الشمس، فعشان كده كل التطريز بتاعهم لازم يبقى شكل ده زمان من ألوفات من السنين، بس ألوفات عشان السنين يا ما حدش جماعة. ده الناس التراث، بتدفع. ده التراث. فدايما بياخد الشكل بتاع الشعاع، ودايما ألوانهم بتبقى أورانج أصفر، الألوان اللي هي الساخنة. اوكي وبعدين عندهم معتقد بأن الصدف الصدف بيزود النسل وبيطول العمر، فدايما بنلاقي الزراير الصدف والصدف بيستخدموه كتير زي قوي. اللي انت لابسه. أيوه اوكي أيوه سيوة يا سيوة رب عمرك يطول يا رب ان شاء يا الله رب يديك الصحه. ربنا يخليك. انا فلون، وانت انا اول مره اعرف المعلومات دي، ما احنا شعاع الشمس اللي هو اللون ده الاورنج. سيوة. بنلاقي دايما عندهم في التطريز بتاعهم بنلاقي دايما في الشعاع كده صح. زي برضو الجيب اللي انت عاملاه بالظبط كده اوكي اهو، حلو. واورانج، وبرده الزراير الصدف. الصدف اوكي بس فاحنا بنحط الخامات قدامنا ونبدا نستوحى من الخامات التصميمات. يمكن انا بعمل غير الناس ما بتعمل، يعني انا الـ 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 الشغل هو اللي بيوحي لي بالتصميم مش صحيح العكس. صحيح. طيب احكي لي بقى الخامه اللي انت مستخدماها. احنا علشان في الشتاء بحب قوي استخدم خامه اسمها انجوره. الانجوره ديت خامه عامله ليكرا وصوف بتدفي وفي نفس الوقت خفيفه قوي، اوكي فدي بحب قوي استخدمها في الشتاء سبيشالي الايام دي. اوكي طبعا في الشاموا والقطيفه والحاجات دي، بس انا حاسه ان لسه بدري عشان استخدمها، فممكن اخليها مثلا للكولكشن اللي بعد كده لما الدنيا تبقى اتقل. بارده قوي. فيمكن هنا اكتر انا شايف الملس كمان. الملس عاملاه، لان في ناس بتبقى حابه بقى التصميم يبقى على بعضه عربي من التراث، فلازم تلاقي قطعه موجوده كلها على بعضها من بس اللي بيتلبس على الجينز. بيتلبس على الجينز. يعني بص كل حاجه هنا هتتلبس، كل واحده هتلبسها زي ما هي شايفاها، وانا بحب كده. يعني ممكن اللي تبقى لابساه مثلا على بنطلون ابيض ممكن تلاقي حد لبستها على سكيرت، ممكن تبقى لابساها على عبايه، ممكن يبقى حد لابس على حاجه قصيره، ممكن صحيح. على حاجه طويله. كل واحد بيشوف الاوتفيت من وجهه نظره. بتبيع حاجتك ازاي؟ بنبيع اونلاين وبنبيع في الاتيليه وبننزل معارض. قول لنا ازاي الناس تتواصل معاك. لو هنتواصل على البيج شيم الجابي ازياء تراثيه بالعربي، ولو على الانستجرام في عندنا اوثنتيك اندرسكور فاشن اندرسكور شيم. وايه كمان؟ ده على الانستجرام والبيج وممكن بقى لو من خلال الواتس اب على اساس لو في تواصل من بره 011. لا ما ينفعش من الارقام طب اوكي للاسف. هو يعني انتوا لما حد هيتواصل احنا هنوصله بالحاجات بالحاجات. التانية. امال ست الحسنى ايه؟ ست حسن ده اسم البراند. اسم البراند اوكي. ده ست حسن الشيم لو سمحت يا ست حسنى شيف. لو الشيم سمحت يا طبعا. شيف لو مش ست حسن شيم انما شيم الجبي ده اسمي. اه شيم الجبي اسم. ايوه طيب انت مصريه؟ الجبي ده اسم مصري؟ بص احنا الاصل العيله جوبات الحرمين، وجد بابا سوري، بس احنا مصريين. ده كوكتيل حلو. شفت بقى الجابي في يعني الاصل الاراضي سعودي؟ الحجزيه، الاراضي الحجزيه، بس الاجداد بتوع يعني اجداد بابا في سوريا، في سوق الحميديه في سوريا. في الاخر كده طلعوا لنا، بعد كده مصريين في الاخر طلعوا لنا ديزاينر شاطره زيك. ثانك يو. الله الله شرفتيني النهارده ونورتيني بالكولكشن الحلوه. ثانك عايزه يو. تقولي حاجه قبل ما نمشي؟ مبروك للقناه الجديده. ربنا يخليك. وبشكر كل الكرو بتاعي رحاب ومنار، وبقول لهم ميرسي وتسلم ايديك، وبشكر المودلز الامارات كلهم انستاسيا ايرا انيا
فيكتوري. فيكتوري وبشرف شريف وبشكر شريف مدكور والكرو كله. انت جميله. ثانك يو. اشكرك اشكرك. اشوفك في الكولكشن الجايه على خير ان شاء الله. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في الشارع كده واستفدتوا وهيصتوا وغنيتوا ورقصتوا. عايز بس انوه الاعاده بتاعتنا، احنا دلوقتي بنكون على الحياه العامه اللي هي اللون الاحمر من 4 لـ 6. الاعاده بتاعتنا بتكون من 6 لـ 8، يعني اول ما البرنامج يخلص على الحياه الحمراء هتلاقوه على الحياه الموف. الإعادة بتكون الصبح من 8 لـ 10 صباحا على الحياة الحمراء، والإعادة بتكون من 10 لـ 12 على الحياة الموف. يعني مفيش حد عنده حجة، في كل الأوقات هتلاقونا 4 شارع شريف على قناتنا قناة الحياة. تعالوا دلوقتي نختم بنشيد شارعنا تحت الشباك ونشوفكم إن شاء الله بكرة. شكرا لكم، باي باي.